أعلنت شركة لامبورغيني الإيطالية عن بدء الإنتاج بشكل رسمي لسيارتها الفائقة سيستو إليمنتو، والتي كشفت عن النسخة الاختبارية منها خلال فعاليات معرض باريس للسيارات لعام 2010. سيقوم الصانع الإيطالي بإنتاج عدد محدود من طراز سيستو إليمنتو المخصصة للحلبات يصل إلى 20 سيارة فقط، وستكون النسخة الإنتاجية مطابقة للاختبارية مع بعض التحسينات على صلابة هيكل السيارة. وتجدر الإشارة إلى أن سيستو إليمنتو الاختبارية مزودة بمحرك جبار من 10 اسطوانات سعة 5.2 لتر يولد قوة 570 حصان، ما يمكن السيارة من التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في ثانيتين ونصف، وصولا إلى سرعة قصوى تبلغ 350 كيلومتر في الساعة. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.speed.com.